زخم سياسي وتحركات دولية وإقليمية واسعة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022. هذا العام شهد استقبال رئيس كوريا الجنوبية وقرينته، وتناولت المباحثات تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من التجربة الكورية في المشروعات التنموية الكبرى بمصر مثل السكك الحديدية والصناعات العسكرية والسياحة وغيرهم. وخلال زيارته التاريخية الأولى للعاصمة البلجيكية بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي والأوروبي، والتقى الرئيس شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. ميشيل أكد على الثقل السياسي لدور مصر دوليا وإقليميا، كما تطرقا إلى القضايا الإقليمية خاصة الأوضاع في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. فرنسا وجهة مهمة في جولات الرئيس الخارجية، وتلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شارك الرئيس في قمة محيط واحد، حيث ركزت القمة على الحفاظ على النظم الحيوية ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، فضلا عن دعم مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام وحشد التمويل له. وفي برلين شارك السيد الرئيس في قمة مجموعة السبع، وعقد مؤتمرا صحفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أعلن فيه نتائج المباحثات البناءة والمثمرة بينهما. نجاح عالمي وغير مسبوق في مجال البيئة حققته مصر على أرض مدينة شرم الشيخ بانعقاد قمة كوب 27، حيث شارك بالقمة قادة الدول الكبرى والدول النامية والعربية والإفريقية، وكان من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي أشاد باستضافة القمة في مدينة شرم الشيخ، إضافة إلى عشرات القادة والزعماء الأوروبيين والعرب والأفارقة. استقبال مصري بكل فخر استقبلته الجالية المصرية في واشنطن للرئيس لدى وصوله للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية الثانية. الرئيس حرص على لقاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات بكل جوانبها بما يحقق المصلحة المشتركة. وفي مقر البنتاغون التقى السيد الرئيس وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والذي رحب بزيارة السيد الرئيس وأشاد بدوره في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا. وفي أول زيارة رسمية له إلى مصر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. مشاورات الرئيسين عكست الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. العلاقات المصرية الإماراتية الشقيقة يربطها جسر متين من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبو ظبي مع أشقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير دبي، حيث تباحث الأشقاء في القضايا الإقليمية والتنسيق لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة. وفي جدة شارك السيد الرئيس في قمة جدة للأمن والتنمية، وتبحث القمة التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه. كما شارك السيد الرئيس بالقمة السعودية الصينية العربية الأولى، حيث أكد سيادته في كلمته أمام القادة أن التعاون العربي الصيني تأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة لمواجهة التحديات وصيانة النظام الدولي. والتقى سيادته على هامش القمة بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وتباحث في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وقبيل أيام قليلة من نهاية العام شارك السيد الرئيس في النسخة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافته الأردن بالبحر الميت، وذلك في إطار دعم العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن وضمان أمنه واستقراره. وعلى هامش المؤتمر شارك السيد الرئيس في قمة خماسية بين مصر والأردن وفرنسا والعراق والكويت لتنسيق التعاون المشترك. لا تدخر القيادة السياسية جهدا في ترسيخ دور مصر بالمحافل السياسية الدولية والإقليمية، إضافة إلى إقامة علاقات متوازنة وإحياء صداقات قديمة من أجل مجابهة التحديات والتعاون المشترك لمصلحة الشعوب، لتبقى مصر ركيزة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في المنطقة. محمد شلآمي، التلفزيون المصري.